فاجعة كبرى، شاب يقتل طالبة أمام بوابة توشكا بجامعة المنصورة. في واقعة مرعبة، فوجئ طلاب جامعة المنصورة بشاب يحمل سلاحاً أبيض ويذبح زميلته أمام كلية الآداب جامعة المنصورة. أفاد شهود العيان بأن الشاب طالب بكلية الآداب الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة. طعن الفتاة أمام بوابة توشكا الخاصة إذ كانت الفتاة في طريقها لموقف نقل الركاب إلى المحلة حيث محل سكنها، وأثناء محاولة الإمساك بها ذبحها من الرقبة إلى أن تمت السيطرة عليه من قبل الأهالي. وحول حديث شهود العيان إذ قالوا إن الشاب أراد الزواج من الفتاة لكنها رفضته فقرر الانتقام منها وهددها بالقتل. تم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وسلم المواطنون الشاب بعد محاولات الأهالي للفتك به.